السادة الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع. مقطع اليوم اسمه ازدواء الأديان. النهاردة 15 أغسطس سنة 21، فلنبدأ. المقطع ده سميته ازدواء الأديان لأنه في ده مصطلح إسلامي يستخدم فقط في الفكر الإسلامي، وهو إنه يعني تحاسب من يتهكم أو يتهجم على الأديان. في الكلام في مظهره زي ما بيقولوا يعني حق يعنون به باطل، أو مظهريا أو شكليا العبارة جميلة، يعني يكون في احترام. ما فيش واحد عايز عدم الاحترام. خلينا نتكلم عن ازدواء الأديان. في دول كتيرة جدا، في أفلام وفي حاجات كتيرة اتعملت سخرية من السيد المسيح، يعني أفلام و painting، يعني رسومات، في رسمة حاطين فيها مثلا المسيح مصلوب على رأسا على عقب، في واحد رسم السيد المسيح ومغطسه في بول، فدي كلها سخرية من رؤوس الأديان ومن الأديان، سواء مسيحية يهودية، وطبعا الإسلامية دي احنا عارفين رسوم المسيئة للرسول والأفلام المسيئة للرسول والسيارات المسيئة للرسول والقطارات المسيئة للرسول والطائرات المسيئة للرسول وأي حاجة للرسول. لما واحد مثلا بيسخر من بوذا أو من موسى أو من المسيح، يعني اللي أنا شفته من الراجل اللي هو حط المسيح مغطسه في البول، الكنائس المسيحية والمسيحيين يعني زعلوا، قالوا كده ده ما يصحش وما سمعناش عن الموضوع ده تاني وانتهى الأمر. واحد عايز اللي هم ايه بيسموها هنا ال15 دقيقة ان هو يشتهر، بيعمل حاجة ايه في منتهى الغباء وعشان ياخد له شوية شهرة كده وخلاص وانتهى الأمر. كويس، ده محدش من المسلمين طلع لما الشخص ده حط السيد المسيح ومغطسه في بول، محدش من المسلمين اعترض وطلع يهتف وطلع يكسر ويحرق ويدمر عشان في البعض ازدرى الدين المسيحي، أو واحد ازدرى الدين اليهودي، أو واحد ازدرى الدين البوذي أو الهندوسي. يطلعوا بس لما واحد يسيء للرسول، يرسمه بشكل مش عاجبهم، تقوم الدنيا ولا تقعد، ومقاطعة الدنمارك ومقاطعة الصين ومقاطعة الهند ومقاطعة مش عارف ايه. ها؟ ليه؟ لأن عندهم حساسية جدا. هي الموضوع وما فيه مش ازدواء الأديان. المسلم الحقيقي لا يهمه ازدواء الأديان، هو يهمه عدم المساس بالإسلام. كده زي ما بنقول بالبلدي في مصر على بلاطة، خايف من ظهور
هشاشة الإسلام. الإسلام ومحمد لا يتحملان النقد، لأن لو انتقدتهم بينهاروا. وده أنا عملت عليها حلقة قبل كده، من بداية تواجد الإنترنت والإسلام قد انهار، انهار تماما، لأنه في ناس كتيرة دلوقتي بتتكلم وبتفشي بتعرف الآخرين، ناس زيي جايين من خلفية إسلامية وعارفين الإسلام فيه إيه، بتنبه الناس للكلام ده علشان ما يتغشوش. علشان لما واحد مثلا يجي يقول لواحدة لا ده الإسلام حلو ومش عارف إيه، بس تعالي ادخلي معانا في الإسلام، وبيخدعوهم بيخدعوهم بيخدعوهم، وبعد كده يتجوز عليها أو يطلقها ويروح يتجوز واحدة تانية، بيخدعوهم. فحكاية ازدراء الأديان دي مش موجودة، هي ازدراء الإسلام، إنك أنت ما تنتقدش الإسلام، انتقد أي شيء تاني لكن لا تزدري الإسلام. الإسلام ما يستحملش، احنا رهيفين، احنا قلوبنا ضعيفة، فممنوع ايه؟ تلمس بمقدساتنا، لا تلمس الكعبة، لا تلمس الحجر الأسود، لا تلمس الحجر الأخضر، لا تلمس الحجر الأبيض، كويس؟ كل الحجارة بتاعتنا ما تلمسهاش، احنا رهيفين. كل حجارتنا المقدسة هي حجارة، أيوة، بس ما تلمسهاش لأنها مقدسة عندنا. ده كمقدمة أنا بتكلم فيه، لأنه فيه حاجتين حصلوا. مقالة قريتها في الإنترنت دي، ما تسمعش الميديا بتتكلم عن الكلام ده خالص، ولما تتكلم بتتكلم كده يعني وسائل الإعلام الكبيرة ما بتتجاهلها. في المصري اليوم: مصر تعزي مالي في مقتل 50 شخصا جراء هجوم إرهابي. يعني هنا بيبلغوا إنه في هجوم إرهابي، بس ما بيقولكش ما هو ممكن يكون عصابة مافيا مثلا هجمت على بنك وفيه 50 شخص قتلوا، ممكن تكون عصابة يعني بتسرق وناس ضاحت قتلت في السرقة، لا ما يقولهاش دي. وحتى في أمريكا لما يكون فيه مثلا واحد مسلم ارتكب جرائم، يقول لك شخص ارتكب جريمة قتل مش عارف ايه، وما يجيبلكش سيرة ان هو مبنية على فكر اسلامي او ان هو مسلم وبيجاهد في سبيل الله وقتل له 2 3 او 100 او 200، زي اللي عملوا موضوع سبتمبر 11 سبتمبر، كانوا بيجاهدوا في سبيل الله واللي مات مات جهاد في سبيل الله. سيدهم محمد قال لهم اعملوا كده. ده ياخدني بقى لموضوع تاني، اللي هو واحد اسمه محمد حسين يعقوب، من حوالي 2 او 3 استدعته الحكومة المصرية في المحكمة العليا اللي هي زي السوبريم كورت، واستجوبته، ولكن كانت مهزلة، استجوابات مهزلة يعني صراحة، لأن ما فيش نيابة تستجوبه بشكل رسمي وتعصره تضغط عليه، ودي كانوا بيستجوبوهم لأنهم يعني بشكل غير مباشر بيأمروا الشباب الصغير اللي ما عندوش خبرة في حاجة، اللي ما يفهمش كتير، الغير واعي، انه سيدنا النبي الأمي قال لنا ان احنا لازم نجاهد، واطلعوا جاهدوا في سوريا، اطلعوا يا اولاد جاهدوا في العراق، اطلعوا جاهدوا في اليمن، اطلعوا جاهدوا في اوروبا، اطلعوا جاهدوا في امريكا، فجر نفسك في طيارة
اضرب الابراج، ابراج التجارة العالمية، اطلع فجر نفسك مش عارف فين. فالحاجات اللي بيعملوها دي بعض الشباب في منطقة في القاهرة اسمها منطقة إمبابة، سمعوا لكلام العصابات دي، أو عفوا رؤساء العصابات دي اللي هم محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، يعني اللصوص الكبار دول، واقتنعوا بكلامهم. ليه؟ لأنه عندهم مصداقية دينية، بيتكلموا ومعاهم أدلة من كلام محمد وكلام القرآن اللي جابه محمد، والفتاوي وابن تيمية وابن الكلب وابن الوطية، عندهم إثباتات. كويس. فالشباب التافه ده، العيال اللي مش فاهمة حاجة ومش عارفة حاجة وما شافتش حاجة، اقتنعوا بالكلام ده وكانوا بيعملوا أفعال إجرامية أو إرهابية أو إسلامية، سميها ما تحب. كويس. واتمسكوا. لما كانوا الحكومة بتستجوبهم، قالوا احنا تأثرنا بمحمد حسين يعقوب وبمحمد حسان وبالعصابات الإسلامية اللي عمالة بتردد دي. وللأسف، للأسف الشديد، سمعت كذا فيديو من ناس بتنتقد الأعمال الإرهابية دي. أنا عارف دول يعني ناس محترمين، ما عنديش معاهم أي مشكلة. المشكلة إن هم عايشين في دول إما مصر أو العراق أو السعودية، فلما بيتكلم ما عندوش الحرية الكاملة إن هو يقول الشيء الصح 100%، لأن ممكن يقتل. حتى القاضي في المحكمة العليا يعني بيراوغ، عارف إنه المنبع، منبع الإرهاب مين، لكن بيتوقف مثلا عند الوهابية أو عند ابن تيمية، ما بيسألش طب ابن تيمية جاب قلة الأدب دي منين؟ ما هي مصدرها ايه؟ الحديث والسنة ومحمد والقرآن. عفوا. لكن ما يقدرش القاضي، ما يقدرش يرجع لورا خالص كده، والمصدر القاذورات دي هي القرآن والسنة ومحمد. ما يقدرش يقتلوه، يقتلوه. ولكن احنا عندنا مثلا سورة التوبة اللي هي بيقول لك حتى ما بتبدأش باسم الله الرحمن الرحيم، لأنه ليس فيها إله ولا رحمن ولا رحيم، كلها اذبح، اذبح اليهود والنصارى، اذبح المشركين، قتل اقتل اقتل، كله للقتل. ودي من آخر القرآن، دي بتلغي بقى كل الحاجات اللي فيها رحمة قبل كده. دلوقتي محمد تمكن، واقتل اللي يقف في طريقك، اقتله. القاضي والناس اللي بتنتقد من دول عربية وإسلامية شايفين ده وعارفينه كويس، ولكن للأسف ما يقدروش يتكلموا كويس. لكن أنا هنا، أنا عايش في أمريكا وأقدر أتكلم وبقول لكم ما تقفش عند محمد ابن عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب أو من ابن تيمية، ارجع للأصل، للجذور، جاية منين السموم دي؟ جاية منين؟ من السنة، من القرآن، ومن محمد. كل البلاوي اللي بتصب الآن دي مصدرها، لازم نقولها صريحة وواضحة. في أأمل قريبا الناس اللي عندها متابعين كتير إن هم يقولوا دي واضحة، محمد هو سبب المشاكل الموجودة في الدول الإسلامية والدول العربية. نشكركم ونحب نسمع منكم.